نحن الآن في مدينة إدلب، غارات جوية عنيفة شنتها مقاتلات حربية يعتقد بأنها روسية على عدة أحياء داخل المدينة، حيث نحن الآن في شارع 30، إحدى الغارات الجوية التي استهدفت مبنى مؤلف من 4 طوابق انهار بالكامل جراء استهدافه بشكل مباشر. تحاول هنا فرق الدفاع المدني والطواقم الإسعافية وأيضا متطوعون من الهلال الأحمر العربي السوري البحث عن العالقين تحت أنقاض هذا المبنى. بحسب المصادر الطبية وفرق الدفاع المدني حتى الآن وثق سقوط 3 شهداء، وهناك العديد من الجرحى تم إخراجهم وإسعافهم إلى النقاط الميدانية. أنس الريسي، أورينت نيوز، مدينة إدلب.